بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. سألني أخ كريم وأخت كريمة، ربما أكثر يعني كالكثير من الناس، كيف نصل إلى الفردوس الأعلى، أو كيف ندخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب؟ قالوا له يعني كلنا أعمال نعملها ف يعني نمشي عليها. ف يعني رددت عليهم وقلت لهم أن هذا يحتاج إلى عمل دؤوب وجهد. ف هنحاول حضراتكم على برنامج يومي أسبوعي، الإنسان لو عمله بإذن الله يصل إلى الفردوس الأعلى، وأنا أضمن يعني ده بنسبة أكثر من 90%، يعني أضمن لكم بنسبة أكثر من 90%، والضامن هو الله سبحانه وتعالى، الضامن هو الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نأخذ بالأسباب، نحن نأخذ بالأسباب. إلا بقى إذا كان إنسان يعني عاكف على الكبائر، وخاصة الكبائر المتعلقة بحقوق الآدميين، يعني مش ممكن إنسان يسلب أموال إنسان أو يخوض في عرض الإنسان، واحد يكون بيدي ولاده للحرام للرشوه، او يقول مال الأيتام، وبعدين يقول لك عايز اخش الجنه بغير سابق حساب ولا عذاب. طبعا ده مستحيل الا ان يتوب الى رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الكبائر اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى والصغائر نرجو ان تغفر بهذه الاعمال، ونصل باذن الله سبحانه وتعالى الى الفردوس الاعلى. فهقول لحضراتكم حوالي 11 عمل او 12 عمل. الفيديو ده هيكون طويل جدا، فيا ريت اللي بيقدرش يشوف مره يعني مره في يوم واحد يقسمه على يومين او 3 ايام، لكن المهم لازم يشوفه كله من اول لاخر. العمل الاول صلاه الفجر. صلاه الفجر في المسجد بالنسبه للرجال، المراه ملهاش صلاه جماعه، لكن يكفيها انها تصلي ال5 صلوات بعد الاذان على طول، باستثناء صلاه الفجر اللي في شك في ميعاد اذان الفجر، فتصلي الفجر بعد حوالي ثلث ساعه من الاذان مع حسن تباعد الزوج. اما الرجل فلازم ينزل 5 صلوات يصلي في الجامع. اللي بيضيع صلاه الفجر في الجامع ليس عنده امل، على ارجح الاقوال، وصعب جدا جدا جدا، مش عايز اقول مستحيل، انه يصل الى الفردوس الاعلى. هقول لكم الادله من السنه عشان اللي فعلا نفسه يدخل الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب، يصل الى الفردوس الاعلى يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، لازم ينزل كل يوم يصلي الفجر في الجامع، والا ما تحطش امل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في صحيح البخاري: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم آمر بحطب فيحطب، ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من النار، فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين طبعا في الجامع العشاء والفجر، ولو يعلم، لو المنافق ده يعلم الثواب العظيم اللي مستنيه في صلاه الفجر في الجامع، لكان حبى، لو هو مريض يحبي على ايديه ورجليه حتى يصل الى المسجد. المشكله بس الرسول صلى الله عليه وسلم انا هميت ان انا استخلف واحد يصلي بالناس، واولع نار، واخد معايا رجاله، واروح للناس دي نفاجئهم في بيوتهم ونحرق بيوت فوق دماغهم. طب ايه اللي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك؟ قال: لولا ما في البيوت من النساء والذلال لخالفت الاقوام فحرقت عليهم بيوتهم. الاطفال والنساء ما لهمش ذنب في البيوت. ده الدليل الاول. الدليل الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من سمع النداء فلم يمنعه من ان ياتي عذر فلا صلاه له. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا، كل الاحاديث صحيحه، من سمع النداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاه صلاه، لم تقبل منه الصلاه التي صلاها. خلي بالكم يعني الصلاه ما تتقبلش. قالوا: من عذر يا رسول الله؟ قال: مرض. قال: خوف او مرض، خوف شديد او مرض شديد يمنعكم من النزول، غير كده الصلاه. ذلك ابن القيم وابن تيميه والامام الاوزاعي والامام داود الظاهري والامام احمد بن حنبل في احد اقواله وغيرهم من العلماء قالوا اللي بيصلي بره الجامع بعد ما يسمع الاذان بدون عذر صلاته باطله ولازم يعيد الصلاه تاني. فطبعا مش ممكن ده هيكون حال. الرسول صلى الله عليه وسلم سماك منافق، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يحرق البيت بسببك، ساب الصلاه، كان عايز يسيب صلاه الجماعه بسببك ويروح لبيتك يحرقه، وسماك منافق. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجز عبد الله بن ام مكتوم، والحديث في صحيح مسلم قال رسول الله: انا ضرير شاسع الدار، عمي بصري ومعه غلام لا يلائمني، او تجد رخصه فاصلي في بيتي؟ قال: لا. تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا اجد لك رخصه. مالكش رخصه. كان بينزل كل يوم يمشي 5 كيلو على رجليه وهو اعمى في طرقات المدينه الوعره في البرد القارس من 1400 سنه. فعايز تصلي لي في البيت صلاه الفجر والجامع والمسجد على بعد 20 خطوه 30 خطوه منك، وما تنزلش تصلي وبتسمع اذان، انت عارف وبعد كده تخش توصل الفردوس الاعلى ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى عادل، لا يمكن سبحانه وتعالى، لا يمكن. فاذا الانسان لازم يتقي الله، لان ربنا مش هيدخل واحد الرسول صلى الله عليه وسلم منافق وصلاته مش مقبوله. اذا اللي ما بيصليش الفجر في الجامع او بيضيع صلاه الجماعه بدون عذر على خطر عظيم، على خطر عظيم جدا. لذلك ادي اول حاجه،
عشان كل حاجه بعد كده تنفع لازم تنزل تصلي الفجر في الجامع كلهم. ده كنت فعلا طمعان في الفردوس الاعلى، وطمعان في ان تدخل الجنه بغير سابقه حساب، لازم غير كده ما تحطش امل، هيبقى صعب جدا. ما تمنيش نفسك باماني وانت يعني لست اهلا له. تعرفي صلاه الفجر في الجامعه بسبب ايه؟ عشان تبقى فيه، عشان تعرفوا ان فعلا اللي بيواظب على صلاه الفجر في الجامعه كل يوم عنده امل كبير باذن الله انه يوصل الى الفردوس الاعلى ويكون من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، يدخل الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من قام في ليله بعشر ايات لم يكتب عند الله من الغافلين، ومن قام ب100 ايه كتب من القانتين، ومن قام ب1000 ايه كتب من المقنطرين. سيدنا معاذ بن جبل سال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وما القنطار؟ قال: القنطار 1200 اقيه، الاقيه خير مما طلعت عليه الشمس. الاقيه الواحده افضل من الكره الارضيه كلها. انت عارفين مساحه الكره الارضيه كلها قد ايه؟ نص مليار، حوالي 66 الف كيلومتر مربع، نص مليار. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما انت هتتكتب من المقنطرين في ليله، يعني معناها انك انت تقوم تصلي ب1000 ايه، او حتى على الاقل 500 ايه في بعض الروايات، بس اصح روايه 1000 ايه، هيتكتب لك قنطار من الاجر. يعني هتاخد قنطار، يعني هتاخد 1200 اقيه. الاقيه الواحده في الميزان افضل من الكره الارضيه كلها، يعني هيزيد في مراسك في الجنه افضل من قد مساحه الكره الارضيه كلها. ده القنطار، القنطار القراط الواحد، الاقيه الواحده اضرب في 1200، يعني بمعنى صح اضرب نص مليار، نص مليار كيلومتر في 1000، في 1200 يعني حوالي 500 او 600 او 700 مليار كيلومتر مربع. ده خلي بالك، ده اللي بيقوم ب1000 ايه في الليله بيزيد من راسه في الجنه ما يساوي 600 او 700 مليار كيلومتر مربع في الجنه. طب ال1000 ايه انت ممكن تصليهم في ساعتين. صلاه الفجر في الجامعه افضل من انت تصلي طول الليل من بعد المغرب لغايه العشاء، من لغايه الفجر ما تنامش ولا لحظه. طب الانسان في الفتره دي يقدر يقرا كام ايه؟ مش اقل من 3000 ايه. سيدنا عثمان بن عفان كان بيصلي بالقران كله من الاول لاخره في ركعه. فالضعيف، الواحد منا الضعيف منا يقدر يصلي ب2000 او 3000 ايه. لان الليل حوالي 8 ساعات في الشتاء. يعني اضرب اللي احنا قلناه ده، يعني بدل ما يبقى 500 مليون يعني 1000 مليار كيلو متر مربع. ده ثوابك كل يوم في صلاه الفجر. في انسان عاقل ده هذا الثواب؟ ده يوريك ان اللي يحافظ على صلاه الفجر كل يوم في الجامع باذن الله عنده امل كبير، لان صلاه الفجر هي اللي بتديك النور العظيم اللي هتخترق بيه، تخترق بيه الصراط اللي بيضرب على مات جهنم وادق من الشعر واحد من الصيف. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم التمام وفرار النور العظيم يوم القيامه، اللي هو الظلم اللي هي ايه؟ العشاء والفجر. بشر المشائين في الظلم بالنور التام او النور العظيم. طبعا لما بيكون معاك نور عظيم هتمر بيه على الصراط، يبقى عندك امل كبير تصل الى الفردوس الاعلى. يبقى عشان تعرف قيمه صلاه الفجر. فاللي بيسمعني دلوقتي اذا فعلا كنت عايز تخش الجنه غير سابقه حساب ولا عذاب، لازم تاخذ بالاسباب. اول حاجه صلاه الفجر في الجامع، ثاني حاجه صلاه الجمعه، التبكير لصلاه الجمعه. التبكير لصلاه الجمعه تقعد في الصف الاول، هتحصل لو انت عملت كده كل اسبوع عشرات الالوف من السنين من القيام والصيام في ميزانك يوم القيامه، وده هيتقل ميزانك جدا جدا يوم القيامه. الرسول صلى الله عليه في الحديث الصحيح، والحديث في صحيح الترمذي: من بكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودهن من طيب اهله ومشى ولم يركب ودانا من الامام وانصت ولم يلغ، كان له بكل خطوه يخطوها اجر قيام سنه وصيامها. يعني ايه اللي معنى الكلام ده؟ اللي بيغتسل يوم الجمعه ويبكر، بكر وابتكر على شده التبكير، يعني تروح قبل ما الامام يطلع على المنبر بحوالي ساعه لربع او ساعه، وتقعد في الصف الاول. والدهن من طيب اهله، تحط احسن برفيوم عندك. ومشى ولم يركب، ودي اهم حاجه، لازم تمشي وما تركبش، اوعى تركب يوم الجمعه وتروح تصلي الجامع. واوعى تصلي في الجامع اللي جنب بيتك. تمشي لابعد جامع. ليه انا بقول لكم تمشي في ابعد جامع؟ عشان تتقل ميزانك يوم القيامه، عشان تاخد بكل خطوه قيام سنه وصيامها. هتاخد بكل خطوه قيام سنه وصيامها، عارف يعني ايه قيام سنه وصيامها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بكل خطوه، في الحديث الصحيح كان له بكل خطوه تخطوها اجر قيام سنه من صيامها. معناها انك عشت سنه كامله، قمت الليل كله وصمت النهار كله كل السنه، الا طبعا طلع شهر رمضان بره، ان الفريضه لا يعادلها شيء. ده السنه الواحده. طب اضرب بقى، شوف انت لو انت مشيت نص ساعه كل اسبوع، صليت في ابعد جامع زي ما بيعمل، كما يفعل الصالحون اصحاب الالباب اصحاب العقول المشامرون للجنه، لا يمكن يصلي في الجامع جنب بيته. لك امشي قد كده وامشي قد كده وامشي قد كده. تدخل كل قوتك ليوم الجمعه. وامشي لابعد جامع. مشيت 1000 خطوه يبقى كانك عشت 1000 سنه، قمت الليل كله وصمت النهار كله في ال 1000 سنه دي.
في اعظم، ازاي بعض العلماء يسمي الحديث ده اعظم حديث في السنه النبويه. يبقى انت لو، طب المراه تعمل ايه بعد، بعد النساء قدمت في التعليقات، طب انا ست، المراه ما لهاش صلاه جمعه، ما لهاش صلاه جماعه، لكن تستطيع ان تحصل ثواب الجماعه والجمعه وهي في بيتها. ازاي؟ اولا حسن تباع للزوج لو هي متجوزه، لو هي مش متجوزه خلاص. تاني حاجه تصلي 5 صلوات بعد الاذان مباشره، اذا ضيعتي صليتي بعد الاذان بمده ضيعت الثواب. بس بقى يوم الجمعه تعملي ايه؟ انت يوم الجمعه ما لكيش جمعه، صلي ظهر. صلاتك صلاه ظهر في بيتك افضل من ان انت تصلي جمعه بمراحل، بمراحل كتير جدا في الثواب. لكن لو انت بتصلي جمعه، بتصلي الظهر في بيتك، حدثي نفسك، قلبك، حدثي قلبك حديث نفسي، اجريه على القلب، ما بتكلميش، قول يا رب لو كنت راجل، لو كنت حمشي كيتو كيت كنت هوصل الجامع قبل ما يطلع الامام على المنبر بحوالي ساعه، وكنت همشي 1000 خطوه زي ما اي، زي ما اكثر الرجال نشاطا بيمشي. هتحط لك في ميزانك اللي، لو انت صادقه طبعا ربنا يعلم بالقلوب، لو انت صادقه في كلامك ده وربنا عارف ان انت فعلا لو انت كنت راجل كنت هتمشي، كنت هتعملي كده، هتاخدي الثواب ده وانت في بيتك بصدق النيه، ده تكريم للمراه. يبقى تاني حاجه صلاه الجمعه، ولازم تقعد في الصف الاول، لانك لو قعدت في الصف الاول هتقعد في الصف الاول كل في كل يوم جمعه في الجنه على منبر من نور، لان الناس اللي بتقعد في الصف الاول بيقعدوا على منابر من نور يوم القيامه لما ربنا بيتكلم معاهم وجها لوجه زي ما بيتكلم معاكم دلوقتي. والناس اللي بيقعدوا في الصف الثاني هيقعدوا على منابر من ذهب، وبعدين بعد كده منابر من فضه، بعدين فين خزبان المسك. فاذا لو انت عايز الفردوس الاعلى، عايز تخش الجنه من غير صفيفه حساب ولا عذاب، تبكر يوم الجمعه، اهم حاجه التبكير، حاول تغتسل، مهم جدا الاغتسال، وتبكر تطلع توصل تروح الجامع قبل ما يطلع المنبر بساعه او ساعه بساعه، وتقعد في الصف الاول محتسم مخلص النيه، محتسم الاجر اللي ربنا يديك بكل خطوه قيام سنه. يبقى انت لو عملت كده كل اسبوع 10 سنين مثلا، هتقابل ربنا سبحانه وتعالى معاك مئات الالوف من القيام والصيام، من سنين من القيام والقيام. كان واحد عاش 100,000 سنه قام الليل كله صام النهار كله، طبعا صواب. شوف بقى ميزانك عامل ازاي، فمفيش حاجه توصلك للفردوس الاعلى اكتر من كده. الحاجه الثالثه الصيام وصلاه التهجد. للاسف الشديد كثير جدا من الناس مالوش ورد من الصيام، بينتهي شهر رمضان ما بيصومش، يفضل ما يصومش الا 6 البيض، يفضل فاطر طول السنه، هو ما يعرفش انه بيخسر صعب عظيم جدا في الصيام، ومالوش ورد في الثلث الاخير من الليل. لو انت ما عملتش كده هتضيع منك الفردوس الاعلى. هقول لكم الادله من السنه النبويه. اولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ان في الجنه لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن طيب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى والناس نيام. دي روايه، ودي روايه صحيحه. هناك روايه اخرى، من طيب الكلام واطعم الطعام وافشى السلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. خلي بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم بيشترط، يعني وضع 4 شروط او 5 شروط عشان تاخدوا الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. والغرف دي فعليين في اعلى درجات الجنه في الفردوس الاعلى بعد درجه الانبياء. يبقى اذا اللي مش هياخدوا الغرف دي هيحرم من العليين، هيحرم من مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم، عارف من لازم من الغرف دي. دي السنه تفسر بعضها بعض. هناك حديث اخر بيقول ايه؟ عن ابي سعيد الخدري. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ان اهل الجنه لا يتراءون اهل عليين، دي في روايه، او في روايه ثانيه لا يتراءون اهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الافق من المشرق والمغرب، وذلك للتفاضل بينهم. يبقى هو الرسول بيتكلم على اهل الغرف، على اهل عليين. الغرف دي قصور عظيمه جدا في الفردوس الاعلى في درجه عليين. انتوا عارفين عليين دي ايه؟ الرسول بيقول في حديث ان اهل الجنه يتراءون اهل عليين كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق، لان الجنه فيها 100 درجه، من كل درجه ودرجه زي ما بين السماء والارض. بمعنى ان الناس اللي في الدرجه واحد في الجنه اللي هم اقل درجه هيشوفوا الدرجه 2 زي ما احنا بنشوف النجوم والكواكب، هيشوفوا قصورهم زي ما بنشوف النجوم والكواكب في السماء، واثنين هيشوف 3 هكذا واربعه لغايه ما نوصل للفردوس الاعلى. الفردوس الاعلى هيشوفوا، مش هيشوفوا بقى، هيشوفوا العرش، لان هم ما فيش حاجه فوقهم في غير العرش. هم اقرب ناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، واكثر الناس تمتعا برؤيه رب العالمين سبحانه وتعالى، واكثر الناس هتشوف ربنا سبحانه وتعالى، وهم دول اللي هيكونوا اصحاب الغرف اللي انت هتضيعها لو انت مالكش ورد من الصيام، زي ما الرسول مبين في الحديث لمن. يبقى اذا لذلك الرسول بيقول لو ان واحدا من اهل عليين اشرف على اهل على على, على اهل الجنه لا اشرقت الجنه بضياء وجهه. لو واحد بس من اهل عليين بص، مجرد بص فتح باب قصره وبص على
على 100 درجه، لكل درجه لكل بكل درجه ودرجه كما بين السماء والارض، النور بتاعه بتاع وشه بتاع بيضرب في السماء كل في 100 درجه، الجنه كلها بتنور. شوف انت بقى في خط قد ايه. العداله الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ان في الجنه لغرف، ان في الجنه لشجره يقال لها طوبه، يخرج منها حله صفراء وبيضاء، ويخرج منها خيول ذهبيه مزرجه بالدر والياقوت، لا تبول ولا تقوط، خطوها مد البصر، لها اجنحه يطير بها اهل الجنه حيث يشاؤون. فيقول اهل الدرجات الادنى، خلي بالك ما دول ما وصلوش للفردوس الاعلى، ما وصلوش لشجر الطوبه. فيقول اهل الدرجات الادنى، يا رب اعطيت اخواننا ما لم تعطينا. فيقول رب العالمين، انهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، انهم كانوا يصومون وكنتم تاكلون، انهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، انهم كانوا يقاتلون وكنتم تجمعون. شوف ربنا بيعيرهم، هم في الدرجات الادنى في الجنه، راحت منهم شجر الطوبه، راحت منهم خيول بتطير بسرعه اكثر من سرعه البرق، وده دليل على اتساع رقعه هؤلاء الناس في الجنه. خيول ذهبيه مرصعه خطوها مد البصر، ضيعت منك خيول ذهبيه. يبقى مش كده بس، ربنا بيعيرهم بيقول لهم هم في الدرجات الادنى في الجنه، دول كانوا بيصلوا بالليل وانتم كنتوا بتناموا في الثلث الاخير من الليل. الصلاه زي ما انا بينت في اكثر من في اكثر من درس، ان الركعه في الثلث الاخير من الليل افضل من 2 مليون ركعه. والصيام انهم كانوا يصومون وكنتم تفطرون، ده كانوا بيصوموا اثنين وانتم كنتوا بتفطروا يوم الاثنين، ده كانوا بيصوموا الخميس وانتم كنتوا بتفطروا يوم الخميس، ده كانوا بيصوموا الثلاثه البيض التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حثا شديدا وانتم كنتوا بتفطر. ربنا لن يساوي الله سبحانه وتعالى بين الصوامين القوامين المتهجدين المجتهدين، وبين الكسالى المتخاذلين المستخفين بالسنه، مستحيل. شفت بقى؟ يبقى اذا اللي ملوش ورد من الصيام والقيام، الحديث اللي بقول لكم ده صحيح، رواه سيدنا علي بن ابي طالب، له خمس طرق، ضايع منه عليين، ضايع منه الغرف، ضايع منه الخيول الذهبيه، ضايع منه التمتع برؤيه رب العالمين كثيرا في الجنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ان ادنى اهل الجنه اتي ليرى نساءه وقصوره وخده مسيره الف عام، وان اعلاهم منزله ليرى ربه غدوه وعشيه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جابش سيره رؤيه قصور النساء مع اعلى اهل الجنه، اكتفى بذكر التمتع برؤيه رب العالمين كثيرا، لانها افضل 100 مليار مره من القصور والنساء، مع ان هو له نصيب اكثر مليار مره من اللي تحت، لكن لا تساوي شيئا بالنسبه للتمتع برؤيه رب العالمين كثيرا في الجنه. يبقى شفت قد ايه؟ يبقى لازم يكون لك ورد. اذا كنت فعلا عايز توصل للفردوس الاعلى، عايز كنت عايز تخش الجنه بغير سبق حساب، يبقى لازم تصوم اثنين وخميس والثلاثه البيض، والا زي ما كان الصحابه والتابعين بيفعلوا، والا لا تلومنها الا نفسك. الحاجه اللي بعد كده، الاذكار الثلاثه مهمه جدا جدا جدا، كل ذكر منهم لو انت قلته هتبقى افضل اهل الارض عملا في هذا اليوم. سبحان الله وبحمده لازم تتقال 100 مره الصبح و100 مره بالليل، لا حول ولا قوه الا بالله، على حد ادنى تتقال 100 مره. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لازم تتقال 100 مره كل يوم على الاقل بكل واحده منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن ياتي احد، يعني في سبحان الله وبحمده ولا اله الا الله، لن ياتي احد يوم القيامه بعمل مثل ما جئت به الا ان يقول مثل ما قلت او افضل مما قلت. مش لن يرفع الاحد على عمل راجل الارض زيك لو انت قلت الثلاث اذكار دول، لان يعني ذكر الله سبحانه وتعالى لا يعدله شيء، ذكر الله لا يعدله شيء. لا حول ولا قوه الا بالله، انت قلتها 100 مره او اكثر، فيها بس رزق، نفي فقر، شفاء من 99 داء، وقايه من البلاء، يعني تدفع 70 بابا من البلاء. يعني طبعا كل واحد من الاذكار دي له مناقب عظيمه كثيره، مش الوقت لا يتسع ان انا اقولها، انا بتكلم عن كل واحده منها في فيديو خاص بيها، لكن دلوقتي الوقت لا يتسع. ف التلات اذكار دول انت قلتهم وواظبت عليهم هتبقى مذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وباذن الله يكون عندك امل كبير في انك تصل الفردوس الاعلى. ضيعتهم ضيعت منك ثواب عظيم جدا جدا جدا. الحاجه بعد كده، لازم يكون لك ورد من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، لان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لها ثواب عظيم جدا. لما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه، يعني لا اله الا الله وحده لا شريك له اللي قلتها دي، لما بتقولها مره واحده بيترفع لك 10 درجات في الجنه، لو قلتها 100 مره 1000 درجه في الجنه من ضمن المراقب بتاعتها. درجه في الجنه معناها ايه؟ يعني عشان ناس كتير مش فاهمه معنى ايه درجه في الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم له درجه محدش هيوصل لها غيره، اسمها الوسيله. بعد كده درجه سيدنا ابراهيم عليه السلام، دي له درجه لوحده اللي فيها القصور بتاعته والنساء بتاعته كل حاجه، الملك بتاعه كله. بعد كده سيدنا موسى، بعد كده سيدنا عيسى، بعدين سيدنا نوح، دول خمسه اولي العزم. بعد كده وانت نازل الانبياء المرسلين الذكر في القران، بعدين الانبياء الغير مرسلين، بعدين الصحابه ابو بكر وابو عمر وعثمان وعلي وهكذا. هي دي الدرجه. فاصلاح النبي صلى الله عليه وسلم لما بتصلي عليه درجه صلاه بيتصلى عليك 10 وبيترفع لك 10 درجات. يبقى لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 500 مره و1000 مره هيترفع لك الاف الدرجات. سيدنا ابو بكر قال الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم افضل من عتق الرقاب، كانك تصدقت ملايين الجنيهات. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تخليك قريب منه، كل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تكون قريب منه في كل موضع،
والرسول صلى الله عليه وسلم بيشفع شفاعات خاصه للمكسرين اللغه عشان يطلعهم معاه. يبقى عايز تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون لك ورد يوميا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لان ثوابها للنافع. طبعا في حاجات كتير جدا تانية لكن انا ما عنديش وقت اقولها. الحاجه اللي بعد كده السواك. بتستعمل السواك ولا ما بتستعملش السواك؟ السواك له فضل عظيم جدا. السواك جاء في فضله ان من صلى صلاته بسواك هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه وعن التابعين كمان. صلاته بسواك خير من 70 صلاه بلا سواك. لن اصلي ركعتين بسواك افضل من اصلي 50 95 ركعه بلا سواك. ده سيد ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس وابن عمر. يعني بما معناه كما قال بعض العلماء ان السواك بيضاعف ثواب الصلاه 70 ضعف. طب بالله عليك ده لو انت واظبت على السواك في خمس صلوات وتنزل تصلي في الجامع، مش بتضيع صلاه في الجامع وتتسوك وانت في البيت. ما ينفعش، لازم تصلي فجر في الجامع خمس صلوات في الجامع، ده بيضاعف ثواب الصلاه 70 ضعف. يقول يؤكد كده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السواك 10 خصال لسيدنا عبد الله بن عباس يضاعف الحسنات 70 ضعفا. يبقى سنه يسيره بتضاعف. يبقى اللي بيضيع اللي ما بيسوكش بيخسر ثواب عظيم جدا في السواك، بيخسر ثواب عظيم جدا. يبقى السواك احد طرق خلق الاله في الفردوس الاعلى، لانها بتضاعف حسنات 70 ضعف وبتضاعف ثواب الصلاه 70 ضعف. صلاه الضحى مهمه جدا، اربع ركعات. ليه؟ جاء في فضلها اللي بيصلي صلاه الضحى اربع ركعات بالنهار، وهذا في معجم الامام الطبراني المعجم الاوسط، هذا الحديث من حسن بن معطلقي اللي بيصلي عن ابي الدرداء من صلى الضحى ركعتين لم يقطع عند الله من الغافلين، ومن صلاها اربعا كتب من القانتين، وفي روايه كتب من التائبين، وفي روايه كتب من المعبدين، وفي روايه لا يحافظ على صلاه الضحى الا اواب. والحديث صحيح مسلم. يبقى انت لو صليت اربع ركعات كل يوم في ضحى هتكتب عند الله من التائبين والعابدين والقانتين والاوابين في كل يوم. طبعا اللي بيكتب بياخذ هذه الخصال الاربع كل يوم عنده امل كبير انه يصل الى الفردوس الاعلى. صلاه الضحى ما يضيعهاش الا يعني خاسر. يعني صلاه الضحى مهمه جدا جدا لانها من اهم السنن. تقرا في كل ليله خواتيم سوره البقره وخواتيم ال عمران، كل واحده منهم بقيام الليله وصواب عظيم جدا. خواتيم سوره البقره، خواتيم سوره البقره الرسول صلى الله عليه وسلم اوتيته خواتيم سوره البقره من كنز تحت العرش لم يؤتها من نبي قبلي. ربنا ميز الامه دي بخواتيم سوره البقره. وقال من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه. في رواية عن عبد الله بن مسعود صحيحة كفتاه قيام الليل. لدرجة أن العلماء قالوا ستة أقوال، قالوا اللي بيقرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كأنه قرأ القرآن كله طول الليل. وفي بعضهم قال بياخد من الثواب اللي بيكفيه عن أي حاجة تانية خالص. لذلك سيدنا علي بن أبي طالب قال إن اللي بتمر عليه ليلة واحدة ما يقراش خواتيم سورة البقرة ما عندوش مسحة عقل، ما عندوش عقل. يضيع منه ثواب مش ممكن الإنسان عقل يضيعه. خواتيم ال عمران بقيام الليله، في حديث فيه ضعف لكنه شواهد في السنه بتقويه، مش مفيش ساعه في الوقت ان انا اقولها. لكن يعني من اول ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا الى اخر الايات. العشر ايات دول سيدنا عثمان بن عفان قال رواه الامام الدرامي رحمه الله من قرأ خواتيم 10 ايات كتبت له بها قيام ليله كامله. ليه؟ لان فيها ايات التفكر في الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيواظب على هذه السنه هو الصحابه. لما بيقرا بيستيقظ لصلاه الليل في التهجد ويمسح النوم عن عينيه ويقرا خواتيم ال عمران. فكون ان فيها ايات التفكر في الله ده يقوي هذا لان الرسول صلى الله عليه نفسه قال في تفسير الايات دي قال تفكر ساعه خير من قيام ليله، وفي روايه تفكر ساعه خير من قيام من عباده 80 سنه. ونفس الكلام ده مر عن سيدنا عبد الله بن عباس. فكان اللي بيقرا ال 10 ايات دول بيتفكر في قلبه بالله في ايات الله او في خلق السماوات والارض. لذلك عبد الله بن عمر كان بيطلع الى بيداء الى الصحراء ويتامل ويتحنس ويتفكر في النجوم والكواكب والسماوات. فدي عباده قلبيه ثواب عظيم جدا. تفكر ساعه خير من قيام. لذلك ال 10 ايات دول فيهم ربنا اداهم الثواب العظيم ده. وبما ان البقره ال عمران هم الزهراوان اول سورتين في القران، فاذا كانت خواتيم سوره البقره لها هذا الفضل العظيم يبقى اذن خواتيم ال عمران هي كمان لها هذا الفضل، لانهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهروين او السراجين المنيرين فانهما ياتيان يوم القيامه كغيابتان او غمامتان او كطيران صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامه. فده يقوي هذا الحديث ويخلينا ناخذ بهذه السنه. فلما تواظب عليها كل يوم يبقى انت بتكتب لك قيام ليلتين على الاقل بعمل يسير جدا، فده يقوي ميزانك يوم القيامه. تقرأ سورة الإخلاص كل يوم من أعظم السنن
الاكثار من سوره الاخلاص. ليه؟ كل 3 مرات بتاخد اجر قراءه القران كامله، وكل 10 مرات بيبنى لك قصر عظيم في الجنه. روى عن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا ابي بكر، والحديث حديث مرسل، هو من اصح مراسيل سيدنا سعيد بن المسيب، تقبله جمهور العلماء بالقبول، وله شواهد في السنه تقويه، وانا تكلمت عن ذلك كثيرا قبل ذلك. من قرأ قل هو الله 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين، من قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور. فسيدنا عمر بن الخطاب قال إذا نكسر رسول الله، قال الله أكثر وأطيب. وفي رواية عن سيدنا أبو بكر نفسه وقف نفس الكلام قال نكسر، وده يدل أن الصحابة كان لهم ورد وبيكسروا من هذه السرعة كل يوم. طيب أنت عارفين يعني إيه قصر في الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصر النبي والشهيد في 5000 غرفة، والغرفة وأساسا فسرها في تفسير قوله حور مقصورات في الخيام، قال الخيمة في الجنة 60 ميلا في 60 ميلا وارتفاعها كما من السماء والأرض، يعني 3600 ميل مربع اضربهم في 5000 غرفة يعني حوالي 21 مليون ميل مربع، يعني 30 مليون كيلومتر. يبقى أنت لما تقرأ قل هو الله أحد كل يوم 100 مرة مثلا بنيت 10 قصور، يعني زودت من راسك في الجنة 300 مليار كيلومتر 100 مرة، ما ياخدوش منك دقيقة. ما بالك بقى بيصلي فجر في الجامع. عشان كده طب المفروض اعظم سنه ده يدل على الفضل العظيم انها فعلا بتزود مليارات ومليارات في راسك في الجنه في صلاه الفجر. يبقى اذا انت في صلاه قل الله احد لو انت قريتها 100 مره كل يوم كانك ختمت القران 33 مره، هتزود من راسك في الجنه ما يقرب من نص مليار كيلومتر. بايه؟ ده بقول 100 مره كل يوم، لا ده انت لو قريتها 50 مره بعد كل صلاه او 100 مره بعد كل صلاه. فشوف بقى الثواب العظيم. طبعا لها مراقب اخرى كثيره لا تحصى. يصلي عليك زي ما جاء في الحديث اللي له 5 طرق، معاويه بن عاويه، سيدنا معاويه بن عاويه المزني مات وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، فنزل جبريل مخصوص عشان للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يخليه يصلي على سيدنا معاويه. ونزل معاه 70,000 ملك، دي في روايه، وفي روايه ثانيه نص مليون ملك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الدنيا مزدهره، الرسول صلى الله عليه وسلم مال يا اخي جبريل ارى الشمس مزدهره ليست كل يوم، قال الله انزل الله ان الله تعالى انزل 70,000 ملك يصلوا على معاويه. قال له بما بلغ هذه المنزله؟ قال بقراءتي قل الله احد قاعدا وقائما وماشيا ونائما على كل حال. يبقى كان بيقراها كم مره في اليوم؟ يبقى انت لو قريتها كل يوم 200 مره كانك ختمت القران اكثر من 60 مره. ويبقى لك شوف بقى وده غير مراسك من الحور العين ومن الولدان المخلدين، لان كل قصر في كل اوضه بيبقى فيه واحده من الحور العين او اكتر. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث صحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب كان يخطب على المنبر قال يا ايها الناس او تدرون ما جنات عدن؟ قال قصر به 10,000 باب على كل باب 25,000 امراه. يبقى بتبني قصر انت بتدخل كثير جدا من الحور العين ومن الولدان المخلدين. يبقى اذا السنه دي مهمه جدا جدا، اكثر من قراءه قل هو الله كل يوم. الحاجة الثانية الأخيرة ترديد الأذان، ترديد الأذان له فضل عظيم جدا. المؤذنين لهم فضل كبير جدا. لو تقدر تؤذن يكون لك ورد من الأذان ده أحد طرقك الأكيدة إلى الفردوس الأعلى. ليه؟ المؤذن له المحتسب له ثواب شهيد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه ولا يدوّت قبره. يعني معناه إيه؟ جسمه لا يبلى في القبر. زيه زي الانبياء والشهداء والعلماء وله كل ثواب كل الناس في الجامع اللي صلي معاه وكل الخلائق الحيوانات اللي بتسمعه وبيأذن بتشهد لهم القيامه وبتأذن معاه وبياخد ثواب تأذينهم معاه. مراقب لا تحصى، مش هقدر اتكلم. بيغفر له مد صوته المؤذن، بيغفر له اكثر الناس مغفره المؤذن. فلو انت رديت الاذان مع المؤذن، لذلك الصحابي وحديث عظيم جدا قال رسول الله المؤذنون يفضلوننا. الرسول ما قالوش لا ما يفضلوناش، لكن قال له ايه؟ قال له قل مثل ما يقول المؤذن ثم سل تعطى. يعني اسال ربنا قول يا رب اديني اجر الاذان او المؤذن، ربنا يديك اجر المؤذن. فلو انت ما انتش قادر تاذن يكون لك ورد من الاذان، لكن حاول انك يعني قاتل انك كنت يكون لك ورد من الاذان كل يوم. لو انت ساكن جنب الجامع اذن مره مرتين على قد ما تقدر. ما قدرتش يبقى لازم تسمع الاذان سواء كنت رجل او امراه، تردد الاذان مع المؤذن. مخلصا ان هي محتسبه الاجر ان اعطيك الله سبحانه وتعالى مثل اجر المؤذن، بعدين تسال الله سبحانه وتعالى باسمه الاعظم تقول له يا رب اديني اجر المؤذن. هتاخد اجر المؤذن وانت بعض الاخوه والله اخ قال لي انا افتح التلفزيون واسمع المؤذن في الحرم واقول له يا رب وارفع ايدي اقول له يا رب اديني اجر المؤذن انا سامعه ده، اجر الاذان انا سامعه في الحرم ده.
ربنا سبحانه وتعالى خزانه ملأ. كل ما يكون الدعاء عظيم وطلب فيه طلب عظيم، ربنا يا اما يديك ثواب عظيم جدا، يا يدفع عنك مصيبه عظيمه، يا يدخلها لك في الجنه. وده برضه هتلاقي ثواب عظيم جدا بتخش الجنه. لدرجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ايه؟ قال لما يخش ولي الله الجنه هيقول يا رب ليتك ما كنت استجبت لي ولا دعاء، من فضل وعظم ثواب الدعاء. يبقى اذا الدعاء لو ما استجابش في الدنيا ربنا بيعوضه بشيء عظيم جدا في الجنه. فترديد الاذان ودي من السنن المهجوره، كثير من الناس بيسمع الاذان وهو بقلب لا ما ردتش الاذان. فانت لو عملت رددت الاذان عشان ربنا يديك ثواب المؤذن، ده هتحقق برضو كم عظيم جدا من الحسنات. ف دي بعض، هقول بعض يعني، انا اخترت لكم اهم الحاجات اللي هي تحصل بيها ثواب عظيم جدا وتصل بك الى الفردوس الاعلى باذن الله. بس اهم كل اللي انا قلته ده، لو انت كنت راجل صلاه الفجر في المسجد، لو ضيعت صلاه الفجر في المسجد متعمدا بدون عذر، ضاع كل الحاجات اللي انا قلتها اللي بعد كده. فانا هكتب لكم الحاجات دي كلها تحت الفيديو. ان سقوط شؤون نشر هذا العلم في كتاب عظيم العلم علما في الله اجر مع يوم القيامه، لا ينقذ ذلك من جريم شيء، وشوف الشفعي الجراس والشفق في قناه، يسالكم كل جديد، تساعدوني على عشر سنه كل قبل ان استغفر الله.